بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى اسمه نتوكل، منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. فسلاما من الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم بأجمل تحية صباحية من هذا الموقع الرياضي من أرضية ميدان سيح صبرة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، والذي يأتي بهذا التاريخ 29 من شهر 9 لعام 2023 للميلاد، حيث أن يأتي هذه الدعم من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك متابعة من قبل اتحاد سباقات الهجن. اليوم يوم الحقائق، المسافة 3 كيلومترات، عدد الأشواط في هذه الفترة الصباحية 20 شوط، تتوزع ما بين البكار والقعادين، هكذا الانطلاقات. شعارات ابن القبائل التي حضرت في هذا الانطلاق وبهذا الأبدأ. أول الأشواط، أول 3 كيلومترات في هذا الصباح وبهذه الإثارة والانطلاق الرائع والجميل. ناخذ مقدمة الشوط. المركز الأول بلقى ثروة، حمد بن سيب بن غميل الاكتبي هو من يقدم ثروة مع المركز الأول، بينما منصورة خليفة بن محمد بن سعيد النعيمي يتقدم بدوره على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث حضور في هذه الإثارة وتقدم من خلال تواجد وانضمام، ألا وهي تاتي كذلك هملولة، مهير بن سالم بن خميسة الشامسي حاضر أبو سالم مع هملولة. المركز الرابع، ننتقل مباشرة مع المركز الرابع، الحملة رقم دبل ون اللي هي أيضا مرضية، منصور بن محمد بن خميسة الشامسي يقدم اللي هي أيضا مرضية، اللي بعده مباشرة عطن هناك تدخل آخر بشعار بن كلثم، وكذلك أيضا قدوم من خلال تواجد انضمام اللي هي أيضا تغريد يقدمها سيب بن فالح بن راشد الشامسي حاضرا في هذه اللحظات مع تغريد، والهجوم يزيد من الصفوف الخلفية ما شاء الله من خلال تواجد انضمام اللي هي تتقدم أيها الحبل الكريم في هذه اللحظات اللي هي أيضا الشاهنية. الضبيب بن سيب بن معيوف العرياني يقدم الشاهنية من الصفوف الخلفية إلى رأس حربة هذا الشوط وإلى المركز الأول، بينما المركز الثاني اللي غيرت أيضا كذلك في هذه اللحظات تتقدم أنذار، أنذار وسيب بن سهيل بن كلثم الخيالي يقدم أنذار على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث بلقى في هذه اللحظات تتقدم أيضا، الله يا سلام يا سلام، هذه هي تتقدم أيها الحبل الكريم وتنطلق اللي هي اللي هي اللي هي أثينا، نعم أثينا تتقدم في هذه اللحظات، يقدم أثينا في هذه اللحظات. أحمد بن عوض بن سلطان بن غميس الشامسي وصل بن غميس في هذه اللحظات. المركز اللي بعد رابعا بلقى اللي هي حماسة، سيب بن سهيل بن كلثم الخيلي يقدم حماسة، اللي بعد حماسة مهير بن سالم بن خميس الشامسي مع هملولة، تابع للشعارات الأخرى، عملية زومية سريعة تابع للصفوف الخلفية التي حضرت في هذه اللحظات. لكن الكيلو الكيل والمتر الأخير، والعرياني العرياني العرياني يتقدم في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق مع اللي هي مشاهد الكرام بهذا الأبداع الشاهنية. الضبيب بن سيب بن معيوفة العرياني على مقدمة الشوط مع المركز الأول، بينما المركز الثاني هذه هي أنذار، أنذار تتقدم في هذه اللحظات، وسيب بن سهيل بن كلثم الخيلي يقدم أنذار في هذه اللحظات. أثينا على مستوى المركز الثالث بالغميسة حاضرا ما شاء الله تبارك الرحمن، حي الشكل حي الشكل يا بلغميسة ما شاء الله يقدم في هذه اللحظات. أثينا 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 يا سلام عليها، الله تابعناها في سنة أيضا أيام الفطامين، هذه دلول تابعناها في أيام الفطامين، سجلت حضور رائع جميل ممتاز للغاية ما شاء الله، شكل أبداع نوع فريد، المتمرد المتمرد وهجماته مع اللحظات الأخيرة. ولكن هذه هي أثينا مع مقدمة الشوطة مع المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن، شكل نوع اندفاع أبداع أول الأشواط مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. هذا هو بالغميسة مع المركز الأول يتقدم بهذا التقدم مع أثينا. أحمد بن عوض بن سلطان بالغميسة شامسي يا سلام عليك يقدم هذه النوعية ما شاء الله، تسلم
تسلم يمينك تسلم يمينك ابو الغميسة، مشكور على هذا الرقص الجميل مع المركز الاول اللي هي ايضا اثنين المركز الثاني عن شيب السيل بن كارثم الخيلي، كذلك ايضا ثالثا رابعا وصول وتقدم وحضور من خلال تواجد اللي هي الكايده حمد بن محمد بن سالم السمح العامري، وخامسا بلقى الشاهنيه ايضا قدمها مشاهد الكرام الضبيب بن سيف بن معيوف العرياني. هذه هي نتائجنا، اكتملت الى مسامعكم 4:40 من الثواني، ومن قدم ايضا اثينا مشاهد الكرام احمد بن عوض بن سلطان بالغميسة الشامسي، فله التحيه على هذا الفوز والانتصار.